ناس كتير من اللي بدأت تستخدم المونجارو وبدأوا يخسوا على المونجارو بدأوا يلاحظوا ان المونجارو بيجي عند نص، يبقى العلبة فيها نصها او تلتها بس القلم وقف، القلم مش شغال، مش بيكبس، تيجي تكبس عليه مش شغال. ناس كتير بتبدأ ترمي القلم، وناس كتير بتروح تتخانق مع الصيدليات على اساس ان هم خدوا منتج مضروب. للأسف الموضوع ده اتكرر مع ناس كتير واتكرر في صيدليات كتير. القلم نفسه بتاع المونجارو الجديد الكويك بن فيه مشكلة كبيرة جدا، وانا نصيحتي ليكم محدش يسكت على حق، اشتكوا الشركة نفسها. يعني انتوا لو انتوا في الامارات تكي روح للصيدلية، حاول ترجع القلم. الصيدلية اللي انت موجود فيها او اللي انت اشتريت منها القلم هتبدأ تتواصل مع الشركة المصنعة اللي هي شركة ليلي، والوكيل بتاعها اللي بيمثله هنا في الامارات هي شركة فارما تريد. لو خدتش حقك وغيروا لك القلم، لان من حقك يغيروا لك القلم لان القلم فيه عيب مصنعي، انت من حقك انك تشتكي عليهم في وزارة الصحة، وممكن تشتكي عليهم كمان في التنمية الاقتصادية. ما تسيبش حقك ودايما اطلبه، لو القلم خربان ما تسكتش عليه، لكن لو انت عملت الحاجات دي هتلاقي جالك قلم جديد من الشركة نفسها، ما تسيبش حقك قبل كده. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجة مختلفة، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي.